أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيدات الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 13 على التوالي، والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والجرحى. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن طائرات الاحتلال تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة، بما يعني أن قطاع غزة بكل ما فيه أصبح هدفا للقصف والإبادة في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل. كما أدانت بشدة جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي أدت حتى الآن إلى استشهاد 69 فلسطيني، من بينهم عشرات الأطفال ومئات الجرحى والإصابات. قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد عددا من المخابز في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين كانوا بداخلها وفي محيطها. وكان طيران الاحتلال قد قصف ودمر 5 مخابز في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو باستهداف محيطها. وأدى القصف إلى استشهاد عشرات الشهداء ومئات المصابين في صفوف المصطفين في الطوابير لشراء حاجاتهم من الخبز.